صباح الخير عليكم كامل. اليوم راح ندير لكم بوريك صحي، مش مقلي في الزيت، يعني يطيب في الفور. عندي المقادير، عندي هو بعجينة روسية. عندي المقادير حبات بطاطا مسلوقة ومهروسة، عندي كبدة مقلية ومهروسة حسب الرغبة. ديري لحم مفروم أو دجاج مفروم أو كبد الخروف أو كبد الدجاج حسب الموجود. عندي توابل، أنا ندير توابل مختلطة. عندي الزيتون، عندي طماطم حب مقطعة، عندي حبات فرماج. أنا ديما نحب نستعمل لافاش كيرير خاطر تعجبني، يعجبني الكو تاعها. وعندي حبق، وعندي زعتر انا نسيت ما جبتوش، وعندي الملح، استعمل الملح. الوصفة هذه حسب الرغبة، كيما نديرو البوريك الجزائري الحشو حسب الرغبة. عندي هنا هريسة اللي هي حارة، اللي ما عرفهاش ممكن دول اخرى، هي الحار. ان شاء الله هذه الحشوة انا درت حسب الموجود عندي في المنزل. وتقدر تديري المايونيز، ممكن تديري فلفل، ممكن تديري، هي الحشوة الأصلية الروسية يديروا فيها الكرم، انا ما نديروش. تبقى رغبتك حسب مش عندك في الدار، وحسب إمكانياتك، وحسب اللي تحبي تديريه. وإن شاء الله راح ندير لكم فيما بعد العجينة، العجين تاعو. هنا نحاول نخلط المكونات كامل، نخلطهم مع بعضهم اللي ذكرتهم لك، نهرسهم مع بعضهم. هذا هو مع اضافه طبعا المعدنوس او الدبشه، انا عندي كميه قليله ما عنديش في الدار اليوم. نضيف لهم الملح والزعتر كما قلت لكم، او ملح وزعتر. وحبق اللي هو الريحان انا قطعته وضفته خليط. نحاول نهرسهم كامل ونرجع لكم من بعد مع العجينة. عندي هنا الفارينة 400 غرام، 400 غرام فارينة. عندي شوية ملح، سكر، وعندي الجلجلانية او حبات سمسم، وكمون اسود اللي هو سانوج للتزيين او حبة سوداء مثل ما يسموها في بعض البلدان. كاس الا ربع، كاس الا ربع زيت، ونبلو العجينة بالماء. هنا العجينة تاعي لميتها، نحطها في الثلاجة ساعة او ساعتين ترتاح، ونعاود نجبدها. قطعها الفلاة 13 قطعة، العجينة تاعي نقطعها 13 قطعة. أه.
عندي العجينة قسمتها ل 13 قطعة، غطيها بالبابي فيلم ونبدأ نخدمها بالقراص. نشكل عجينة رقيقة جدا، رقيقة خلاص برك تشوفوها معايا، ونعمرها بالحشو. نخليكم مع الطريقة. هنا نخدمها بالقراص، شكلها عجينة رقيقة جدا، رقيقة خلاص. شوفوا هنا راهي جات عجينة مورقة خلاص، كأنها عجينة الشخشوخة معايا، عجينة هايلة بهذه الطريقة. بالشكل هذا تحصلي على الشكل هذا. تدهنيها بصفار البيض وتزينيها بالسنوج والسمسم الجزلانية. هنا عندي الحبات كملتهم تاع البوريك، ندهنهم بصفار البيض ونزينهم بالسنوج والكمون. كما تشوفوا هنا الحبات راهم كملتهم، حاولوا تنقصوا ما تكثروش من الحبة السوداء اللي هو السانوج، لانه كي تكثري مش صحي. انا كثرت برك على خاطر تشوف المنظر، والمنظر يكون باهي كي تكثري بكمية كبيرة، بس في الحقيقة هو مش صحي كي تكون الكمية فوق ما يحتاج الجسم. الجسم يحتاج لسبع حبات يوميا تكون صحية، كي تكون أكثر من العدد هذا تكون غير صحية. وراح نحطهم في الفرن، ندخلهم للفور يطيبوا، بعد تشوفوهم معايا. وهنا راني كملتهم، خرجتهم من الفرن، خرجتهم من الفور، راهم بنين وهشاش راكم تشوفوا، طبقة رقيقة. شهية طيبة مع أحلى بوريك من أختكم هيلدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك. بصحتكم.